قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. واه يا صديقي انا ما زلت مريض فيعني تقبل صوت المريض ده شويه لان يعني لسه تعبان فيعني صوت هتلاقيه مريض وتعبان شويه فعادي يعني مريض. بيبدا المسلسل وبنعرف ان الكل حاليا عايش في مدينه كده غريبه شويه لان المدينه دي يا صديقي كل يوم بيكون فيها حظر في الليل على الساعه 7 بالليل بالظبط. طبعا برضو ما نعرفش ليه ولكن هنعرف خلال احداث المسلسل ده وبس كده اتعرفنا على ملامح العالم ده. فبنبدا بقى المسلسل وبنشوف حاليا بنت كده اسمها كاي وبنعرف ان كاي دكتوره مسعفه وحاليا بتروح كاي لامها اللي عايشه في بيت متطرف جدا محدش يعرف عنه اي حاجه. والعلم ام كاي مريضه جدا ومصابه بوباء غريب هنعرف عنه اكتر قدام وبالتالي بسبب المرض ده كاي جايباها هنا بحيث محدش يعرف عنها اي حاجه. بعد ما خلصت كاي قعدتها مع امها بتسيبها وبتروح شغلها. في نفس الوقت ده بنشوف شاب كده اسمه مايكل ومعاه بنت اسمها روبي راكبين عربيه سريعه وبيهربوا من الشرطه وبنعرف ان روبي دي تبقى اخت كاي وتقدر تقول كده مايكل خطيب روبي والمفروض ان مايكل كان محبوس وروبي جت خربته لكن كاي محبوس ليه هنعرف قدام. في الموجب بيفضلوا يهربوا من الشرطه لحد ما للاسف بيتقلبوا بالعربيه من فوق الكوبري لكنهم عامه يعني بيخرجوا من العربيه بامان. فوقتها بيلاقي مايكل طفله كده وقعت منها الدميه بتاعتها وسط كل اللي حصل ده فبيديها الدميه وبتيجي ام الطفله دي وبتاخد بنتها وبتمشي لكنها مش بتلحق لان بيجي ظابط وبيفضل يضرب على كل نار فبتتصاب الام وبتقع سايحه بدمها. مايكل وروبي فبيقدروا يهربوا بكل سهوله. بعد اللي حصل ده بتوصل كاي وواحد صديقها لمكان الحادثه دي وبيحاولوا يلحقوا الست اللي اتصابت بس بيفشلوا للاسف وبتموت الست دي. وبتكون كاي زعلانه جدا خصوصا على بنت الست دي اللي اتيتمت بدري وهي لسه طفله. المهم بيجوا حاليا الشرطه بدون اي احساس خالص بالذنب وبياخدوا الطفله دي عشان يودوها دار الايتام. في الاثناء دي بقى راحت روبي ومايكل يقابلوا شخص كده اسمه الجنرال. الجنرال ده تقدر تقول انه مجرم مشهور جدا في المدينه وبينه وبين مايكل تاريخ كبير. كمان الجنرال هو الشخص اللي يقدر يجيب لك اي حاجه حرفيا مهما كانت ايه. المهم مايكل وروبي بيروحوا للجنرال دلوقتي وبيطلبوا منه عربيه يشاركوا بيها في السباق اللي هيكون النهارده لان عربيتهم اتدمرت. فبيوافق الجنرال وبيعرفهم انه هيظبط الموضوع وهيكلمه وطبعا هنعرف ايه موضوع السباق ده قدام. في المهم بيسيبوه وبياخدوا بعضهم وبيروحوا بيت روبي وكاي القديم. وايوه ده نفس البيت اللي كاي حاطه فيه امها المصابه. اول ما بتدخل روبي ومايكل البيت بيلاقوا ام كاي وروبي موجوده. طبعا بيستغربوا انهم كانوا فاكرينها ميته لان كاي مفهمه الناس كلها ان امها ميته بحيث محدش يعرف مرضها. متن بتوصل بقى كاي للبيت بحيث تطمن على امها فبتلاقي روبي ومايكل وبتعرفهم طبعا ان امها هنا لان امها مصابه بفيروس غريب لكنها لسه عايشه بس الشرطه لو شافتها هتقتلها فجابتها هنا على امل انها تقدر في يوم من الايام تخترع علاج يعالج الفيروس اللي عندها ده. وقال العلم يا صديقي الشرطه بتقتل اي حد مصاب بالمرض الغريب ده عشان تمنع انتشاره. وبتكون كاي متضايقه جدا ان روبي ومايكل هنا لان مايكل هربان من السجن والشرطه بتدور عليه ولو وصلوا هنا هيلاقوا امها وهيقتلوها. فبيعرفوها مايكل وروبي دلوقتي انهم بس هيستخبوا شويه مش اكتر من كده وهيمشوا فبتوافق كاي غصب عنها. في الوقت ده بتبدا كاي تفتكر ذكريات من الماضي فبنرجع للماضي 5 سنين وبنشوف ان كاي كانت شغاله في مركز طبي كده هي وامها لانهم دكاتره. وفي يوم جالهم مايكل واللي كان مصاب اصابه خطيره في رجله ومش هيقدر يمشي تاني عليها. لكن كاي بدأت رحلة علاج مع مايكل وجربت عليه تجارب جديدة وحديثة وكانت نتيجتها إن مايكل قدر يمشي من تاني زي ما أنت شايف كده على رجله. والعلم في الفترة دي مايكل وكاي كان بينهم قصة حب كده لكنها ما كملتش. في المجمل بنرجع للوقت الحالي وبنشوف إن مايكل بيتصل بالجنرال وبيسأله جهز له العربية اللي هيشارك بيها في السباق النهاردة ولا لأ؟ فبيعرفوا الجنرال إنه ما قدرش يتصرف في حاجة وبيقفل معاه. مايكل أحبط جدا بعد المكالمة دي لكن إحباطه مش بيطول لأن بتحصل كارثة وهي ان الشرطه بتوصل للبيت عشان ياخدوا مايكل. في اللحظه دي بيستخبى مايكل في واحد من الظباط بيفضل يلف عليه في البيت لحد ما بيلاقي ام كاي وروبي وبيعرف انها مصابه فعلى طول بيطلع مسدسه وبيقتلها ومش بيسمع لتوسلات كاي. بمجرد ما قتلها الظابط بيتجنن مايكل وبيطلع من مخباه وبيقتل الجنود اللي كانوا مع الظابط. بعد كده بتيجي كاي وبتخدر الظابط ده وبينتهي الخطر. في الوقت ده بيتكلموا مايكل وروبي مع كاي وبيعرفوها انهم عاوزين يشاركوا في السباق ضروري جدا وبيطلبوا منها تساعدهم لانها معاها عربيه اسعاف وممكن يشاركوا بيها في السباق. في اللحظة دي ورغم ان كاي بتكون مرعوبة من فكرة السباق ده اصلا الا انها بتوافق لان هي دلوقتي بعد اللي عملته ده مطلوبة للعدالة هي التانية وبالتالي بتاخد مايكل وروبي وبيروحوا على السباق. على الجانب الاخر بنشوف شخص كده اسمه دومينيكان. دومينيكان حاليا في البنك وبيسحب كل فلوسه بعد بيرجع البيت وبيكون عايش مع مراته جين وابنه رومان وكمان بنته ميجان. وبنعرف بقى ان دومينيكان سحب كل فلوسه النهاردة لانه ناوي يشارك في السباق هو وعيلته. وبيقول دومينيكان دلوقتي انه عاوز يشارك في السباق ده عشان يهرب من المدينه دي خالص ويروح يعيش في مكان كده امان اسمه الجزيره. ليه بقى دومينيكان عاوز يهرب من المدينه وازاي هيهرب اصلا من المدينه عن طريق السباق ده هنعرفه قدام.
المهم حاليا بيروح دومينيكان لابنه رومان بحيث يجهز معاه حبه حاجات في العربيه اللي هيشاركوا بيها. بس رومان بيعرف ابوه دومينيكان دلوقتي ان ميجان بنته ناويه تفضل في المدينه، فبيتعصب دومينيكان وبيطلع يتكلم مع ميجان عشان يقنعها تمشي معاه، لكن ميجان ما بتقتنعش نهائيا لانها مش عارفه ايه المشكله في انهم يقعدوا هنا. بس الاب بيصر انها تيجي معاهم غصب عنها وبيقفل الكلام معاها. بعد شويه خد دومينيكان ابن رومان وراحوا سوا للجنرال واشتروا منه بكل فلوسهم حرفيا جهاز اسمه I2S3، وده الجهاز اللي بيه هيقدروا يشاركوا في السباق ويدخلوا كمان حلبة السباق. عامة بياخدوا الجهاز وبيمشوا وبيقعد دومينيكان يجهز كل حاجة للسباق. بس فجأة بيجي له ابن رومان وبيعرفه ان ميجان بتهرب من البيت مع صديقها زين عشان خاطر ما تشاركش معاهم في السباق. وده هيتجنن دومينيكان وخرج يدور على ميجان واللي كانت لسه هتمشي هي وزين بالمناسبة، فبيحاول دومينيكان يوقفهم ويقنعهم يمشوا معاه، لكن دومينيكان مش بيلحق يخلص كلامه وبيجي وحش وبيهجم عليه وبيفضل ياكل منه وسط صدمة من الكل. وهنا بقى صديقي بنعرف ان الوباء الغريب اللي مصابة بيه ام كاي بيحول الناس لوحوش او زومبي زي الوحش اللي هجم على دومينيكان ده وحاول يقتله. والعلم صديقي انتشار الوحوش في المدينة ده واحد من الاسباب اللي دفعت دومينيكان انه يشارك في السباق بحيث يقدر يهرب من المدينة. المهم في اللحظة دي بتدرك ميجان ان كلام ابوها صح والعالم في خطر ولازم يهربوا، وبالتالي بتقرر ميجان انها تهرب خلاص بس بعد ما كان ابوها مات. عموما ميجان وزين صديقها وكمان رومان وجين بيتخطوا مد من كان وعلى طول بياخدوا العربية وبيروحوا على السباق بحيث يشاركوا فيه، وطبعا بيقدروا يدخلوا السباق بفضل الجهاز اللي اشتروه واللي فيه زيه مع كل المشتركين بما فيهم روبي ومايكل وكاي والجنرال وغيرهم. وغيرهم دي انا قصدي بيها مشتركين كتير جدا موجودين حاليا في السباق. في المجمل بنشوف صديقي دلوقتي ان الكل بيجهزوا نفسهم للسباق، وبتكون في شاشة كبيرة في المكان بيظهر عليها شخص كده اسمه ماكس. ماكس اتكلم على الكل من خلال الشاشة دي، فبنعرف من كلامه ان ماكس هو اللي عامل السباق ده كله اصلا. وماكس بيقول للناس دلوقتي ان اللي هيكسب السباق ده هيقدر يهرب من المدينة والعالم الخطر ده ويعيش معاه في مكان امان جدا جدا اسمه الجزيرة. ولعلم كل المشاركين في السباق حاليا هم شاركوا بحيث يهربوا ويروحوا للمكان الامان ده. بس الكل بيجهزوا نفسهم بقى استعدادا لبدء المسابقة. بس قبل ما تبدأ المسابقة هنرجع للماضي شوية عشان نشوف كم حاجة كده عن عائلة رومان. زمان بنشوف رومان في يوم كده من الايام كان في المدرسه مع صديق ليه اسمه لاينوس، وبيقدروا الاثنين ان هما يخترقوا انظمه امن ومواقع تبع الحكومه خطيره جدا، وبيكون الاختراق ده تم من جهاز لاينوس والمعلومات اللي وصلوا لها هي كمان موجوده على اللابتوب بتاع لاينوس. ولحد هنا تمام، اللي مش تمام ان لاينوس بعد مده من كل ده بيختفي، فبيعرف رومان ان الموضوع له علاقه باللي عملوه، فبالتالي بيروح عند بيت لاينوس وبيفضل يدور عنده لحد ما بيلاقي الفلاشه اللي عليها كل المعلومات اللي وصلوا لها. فبياخد رومان الفلاشة وبيروح لأبوه دومينيكان وبيعرفوا بقى كل حاجة، وبيفتحوا الفلاشة بحيث يعرفوا عليها ايه، فبيلاقوا عليها معلومات وملفات طبية بتاعت ناس كتير كان منهم مايكل بالمناسبة، وبيلاقوا كمان فيديو لاينوس وهو بيعرف رومان وهو مرعوب ان الحكومة بيدوروا عليه وهيوصلوا له اكيد عشان المعلومات اللي وصل لها، وبيعرفوا كمان ان الحكومة هي اللي صنعت الفيروس اللي بيحول الناس لوحوش. وبس بينتهي الفيديو على كده. طبعا وقتها اتصدموا دومينيكان ورومان، فبالتالي بسرعه بيحذفوا كل حاجه وبيقرر دومينيكان في اللحظه دي انه هيشارك في السباق ويهرب هو وعيلته قبل ما حد يوصل لهم، وده بيكون السبب الاهم ان دومينيكان يهرب من المكان عشان ما يتقتلش هو وعيلته بسبب المعلومات اللي وصلوها رومان ولاينوس وانهم عرفوا ان الحكومه صنعت فيروس بيحول الناس لوحوش. ما يا صديقي اوعى تنسى مش كل الناس يعرفوا بموضوع الفيروس لغايه دلوقتي. وبس كده كل حاجه عرفناها، وبنرجع للوقت الحالي بنشوف ان كل المتسابقين كانوا في الساحه بتاعه السباق عشان بيجهزوا نفسهم، وبيروح حاليا مايكل يتكلم مع الجنرال اللي هيشارك برضه في السباق هو وزوجته الحامل. المهم ان مايكل هو بيتكلم مع الجنرال بيهزر معاه وبيعرفه انه هيخسر، فبيتعصب الجنرال وبيبان كده ان الجنرال مجنون شويتين ثلاثه. بس عامه في كل الاحوال بعد شويه بيكون السباق هيبدا وفي شاشه كده بيظهر فيها ماكس تاني، والعلم ماكس ده زي ما قلنا صاحب الجزيره اللي الكل عاوزين يكسبوا السباق ويروحوا يعيشوا فيها معاه. المهم ان ماكس حاليا شجع الكل على السباق وبيدوم الاشاره، فبيبدا السباق ولكن بينطلقوا وهم بيتسابقوا زي المجانين. واثناء السباق ده بنشوف ان كل العربيات بيبان على الزجاج بتاعها هي المفروض ترتيب رقم كام وسط السباق ده مع العربيات. المشكله هنا بقى ان الجنرال مجنون زي ما قلت لك، لانه بيفضل يخبط دلوقتي في عربيه مايكل وكاي وروبي بحيث يخسرهم، وبيفضل يخبط فيهم كتير جدا، وكل ده بسبب الكلمتين اللي قالهم مايكل. لكن يعني مرات الجنرال بتهديه فبيهدى وبيقرر يرجع يركز في السباق. على ذكر السباق بقى، فبنشوف ان في شخص كده بيقدر ينطلق وبيكون اول واحد في السباق، لكن فجاه بتيجي في طلقه وبيموت. وبنكتشف هنا ان في كمين للشرطه في مكان قريب وبيقتلوا اي حد يشارك في السباق لانه مش قانوني. على الناحيه الثانيه كان رومان وعيلته منطلقين في طريقهم، وبنشوف ان معاهم خريطه كده كان مصممها دومينيكان بحيث يقدروا يعدوا السباق بخير، وبيكون دومينيكان ذاكر كل حاجه في الخريطه دي عشان ما تحصلش اي مشكله فجاه.
ومن ضمن الحاجات اللي كان دومينيكان ذاكرها هي الكمين اللي بيقتل حاليا دلوقتي في كل الناس. والفكر هنا ان رومان والكل بيشوفوا ان عدد المتسابقين عمال يقل واحد ورا التاني لانهم كلهم بيموتوا، فبيقرر رومان يتصرف مع الكمين ده زي ما ابوه بالظبط كان كاتب. وبالتالي بيطلع رومان مع الكل لسطح عماره كده قريبه من الكمين، وبيكون مع رومان جهاز كده زي سلاح بيطلق صواريخ. عرف رومان الكل دلوقتي انه هيطلق صاروخ على الكمين، الصاروخ ده مش هيقتل حد في الكمين ولا هيفجر حد فيهم، لكنه هينشر ترددات، الترددات دي هتشد كل المصابين للكمين وساعتها هيموتوا كل الضباط، والمصابين كمان هيموتوا في الاخر لان القنبله هتنفجر فيهم في الاخر. وبالتالي بعد كده يقدروا يكملوا طريقهم من جديد. وبيخلصوا من كلامه وبيطلق الصاروخ، لكنه بيطلقه غلط وبيجي بعيد خالص عن الكمين. والمشكله بقى ان بيكون ده اخر صاروخ مع رومان والكل، لكن رومان مش بيغلب وبيتواصل عن طريق اللاسلكي مع اي حد موجود في السباق يوافق يجي يساعده. وقتها بترد عليه كاي وهي معاها روبي ومايكل. عرفهم رومان انه يقدر يتخلص من الكمين اللي بيضايقنا كلنا ده، ولكن عاوز مساعدتكم ولازم يكون معاكم الصاروخ اللي بيعمل ترددات وبيسحب المصابين. فبيعرفوه انه معاهم وبيقرروا خلاص يروحوا له، ورغم ان مايكل ما بيكونش مطمن لرومان ده، لكن الكل برضه بيقرروا يروحوا. بعد شويه كاي والكل بيوصلوا للعماره وبيطلعوا على السطح اللي فيه رومان والكل. وقتها بياخد رومان الصاروخ وبيطلقه على الكمين بشكل صحيح المره دي، وفعلا الخطه بتنجح وبيبداوا بقى المصابين يروحوا للكمين. فبس بيقرروا الكل خلاص ينزلوا ياخدوا عربيتهم ويكملوا طريقهم بحيث اول ما الانفجار يحصل يعدوا. المشكله بقى انهم لما بينزلوا وقبل ما ياخدوا عربيتهم بيجي لهم الجنرال وبينزل بكل هدوء وبيضرب كاوتش العربيه بتاع مايكل وكاي وروبي، وكمان كاوتش عربيه رومان وعيلته، وياخد بعضه وبيمشي اكنه ما عملش اي حاجه. وقتها بقى بيغيروا كاي ومايكل فرده الكاوتش بتاعتهم بسرعه عشان يكملوا السباق، وبيفضل رومان يتحايل عليهم يساعدوه، وفي المقابل هيعرفهم خطه ابوه عشان يكسبوا السباق. فبيوافقوا وبيساعدوه هو وعيلته وبيغيروا لهم الكاوتش بتاعهم، وفي المقابل بقى بياخدوا نسخه من خطه دومينيكان وبس بينطلقوا في طريقهم. وكمان رومان وعيلته بينطلقوا وكتير من المتسابقين منهم الجنرال بيكملوا برضه في السباق، وطبعا الكمين بيكون انفجر فالكل بيعدوا منه بكل امان. تعالى كده قبل ما نكمل مع الجنرال صديقي نرجع للماضي شويه عشان نشوف حاجه تخص الجنرال ومراته. من مده كده بنشوف مرات الجنرال واللي بنعرف ان اسمها فيس بتروح لبيت كده وبتقابل الست صاحبه البيت ده، وبنعرف ان فيس كانت شغاله مربيه، وحين الست دي جابت فيس عشان تقعد مع ولادها الاطفال وهي بره، وبتعرف الست فيس كل حاجه في البيت وبتاخد بعضها وبتمشي. وبس بتقعد فيس مع الاطفال الاربعه وبتاخد بالها منهم، بس المشكله بقى ان بعد شويه الكلب بتاع الاطفال بيخرج بره البيت، فبتخرج فيس عشان تجيبه، فبتسمع صوته وهو بيصرخ وبتعرف كده انه مات، وبتشك فيس ان في حاجه خطر هي اللي قتلته، ان الاخبار كانت اخر فتره بيتكلم عن انتشار وباء كده بيخلي الناس مجانين وقتله، فبتلاقي فيس ان يكون حد مصاب هو اللي قتل الكلب ده. فبسرعه بتاخد فيس الاربع اطفال وبتنزل بيهم القبو بتاع البيت عشان تحميهم. بس المشكله بقى ان واحد من الاربعه بيغفل فيس وبيخرج يشوف الكلب، فبتخرج فيس وراه، فبتلاقي فيس الطفل ده مصاب اصابه غريبه في رقبته وكان في وحش عضه، فبتلاقي فيس لكنها بتاخده برضه لانه طفل، وبترجع للقبو وبتقفل القبو على الطفل ده وباقي الاطفال، وبتروح تجيب شويه حاجات وترجع تاني. المشكله بقى انها لما بترجع تاني بتلاقي الباب مقفول بس مش بتقدر تفتحه، وبتسمع الاطفال بيصرخوا وبيموتوا جوه، فبتعرف ان الطفل اللي اتعض ده اتحول وبيقتل في كل الباقيين جوه. وبتحاول فيس تفتح الباب وتنقذ الاطفال لكن بتفشل. بعد فتره بيجوا الشرطه وبيطلعوا كل الاطفال اموات، وفي اللحظه دي بتيجي ام الاطفال واللي اول ما بتشوف عيالها ميتين بتتصدم وبتبص لفيس برعب وهي ساكته، وبتاخد مسدس من واحد من الضباط وبتقتل نفسها في مشهد صادم جدا، لانها طبعا مش هتقدر تعيش تاني من غير ولادها. لما ماتت بقى الست دي وصل جوزها هو التاني للبيت، وكان جوزها يبقى الجنرال، واللي بعد فتره من اللحظه دي قرب لفيس وحبها واتجوزوا زي ما شفنا. والعلم للعلم الحادثه دي هي سبب جنان الجنرال بالشكل اللي احنا شايفينه حاليا ده. عامه عرفنا اسرار الماضي، بنرجع بقى للوقت الحالي. بنكون دلوقتي مع جنرال لوفيس واللي بيدخلوا بالعربيه في بيت كده بعد مطارده طويله مع الشرطه. بعدها بتيجي عربيه شرطه وراهم وبيبصوا عليهم، فبيفتكروهم ماتوا فبيسيبوهم عادي وبيمشوا، لكن جنرال لوفيس بيكونوا بخير وبيقدروا كمان يحركوا العربيه، وبيروحوا بالعربيه دي لجراج بتاع سواق كده اسمه كلارنس. وبنعرف ان كلارنس ده معاه عربيه نقل كبيره هيحط جواها عربيه جنرال لوفيس، وهيعدي بيهم من خلال بوابات المدينه اللي مليانه شرطه بحيث ما حدش يوقفهم. فعلا صديقي بيحطوا العربيه في عربيه كلارنس وبيمشوا. بعد شويه بيوصلوا عند بوابات المدينه، والمشكله ان في عساكر بتطلع تفتش العربيه، فبيشوف العسكري اللي طلع يفتش عربيه فيس والجنرال وبيشوفهم هم شخصيا، لكن العسكري ده كان عارف الجنرال اسطوره السباقات فبيقرر يخليه يعدي لانه بيحبه. بس المشكله بقى ان العسكري ده بيقول نكته مش بتعجب الجنرال فبيتجنن وبيقتله بدون اي تفكير. وطبعا بمجرد ما عمل كده كل الجنود بيفضلوا يضربوا عليهم نار، فبتاخد فيس سلاحين وبتنزل للجنود وبتفضل تضرب عليهم نار بشكل مجنون لحد ما بتخلص على الكل. بعد كده بيجي لها الجنرال تاني فبتعرفه انها زهقت من جنانه وبتقتله هو كمان، وبتاخد العربيه عشان تكمل السباق لوحدها.
الناحية التانية بنشوف ان كاي واللي معاها وكمان رومان واللي معاها بيكونوا لسه ماشيين على خطة دومينيكان، وبيقرروا حاليا يدخلوا الانفاق كده يمشوا من خلالها عشان يعدوا بوابات المدينة وهم في الانفاق دي من غير ما حد يشوفهم. فعلا بيروحوا للانفاق وبيفتحوا الابواب بتاعتها وبيكونوا هيمشوا، بس المشكلة ان الانوار فجأة بتتقطع، فبيروح رومان واللي معاه عشان يحلوا المشكلة، وبيقعدوا كاي وروبي ومايكل مستنين. واثناء ما كانوا مستنين بيلاقوا وحش طلع عليهم فجأة، فبتفضل كاي تكهربوا بحاجات كده في عربيتها، اما روبي فبتجيب سلاح وبتضربه كم طلقة وبتخلص عليه الحمد لله. في الاثناء دي بنشوف ان رومان بيقدر يفتح النور، وهو ما بيفتح النور بيجي وحش يهجم عليهم، فبتفضل جين ام رومان تحاربه، اما رومان وميجن فبيهربوا. بعد شوية تواصلت ميجن مع روبي وطلبت منها تجيلها، فجت لها روبي فلقيت ان جين اتصابت من الوحوش اللي هجمتها، وده معناه ان جين عاجلا ام اجلا هتتحول، وبالتالي بتطلب من روبي دلوقتي تخلي بالها من عيالها لانها هتموت. بتوافق روبي وبتسيب جين لوحدها وبتروح لرومان وميجن وزين وبتركب معهم عربيتهم وبينطلقوا بقى في طريقهم. وقتها بيسالوها الكل عن امهم فبتعرفهم انها ماتت، وبتعرفهم روبي كمان انها هتفضل راكبه معاهم ومش هترجع تركب تاني مع كاي ومايكل. ولعلم صديقي روبي بتعمل كده لسببين، عشان اولا تاخد بالها من ميجن ورومان، وكمان عشان تسيب مايكل وكاي لوحدهم، لان زي ما قلنا زمان كاي ومايكل كانوا بيحبوا بعض وكانوا مخطوبين، لكن بعد كده ارتبطت روبي بمايكل وحبوا بعض، بس حاليا بقى حست روبي انهم رجعوا لبعض تاني فقالت تسيبهم. وفعلا بتعدي روبي والكل من جنب مايكل وكاي، ومش بتنزل روبي وبتفضل مع رومان والكل، وده بيخلي كاي ومايكل يستغربوا، لكنهم برضو بينطلقوا في طريقهم وراهم هما كمان. اما بقى جين فكانت عادي خالص لسه في الانفاق منتظره تتحول، بس حاليا بيقولوا لها ثلاثه مشاركين في السباق برضو وبيخطفوها في عربيتهم وبيمشوا، وبيكونوا الثلاثه دول بقياده شخص كده اسمه جوكر. بنرجع بقى بالزمن وبنشوف ان جوكر ده اصلا كان دكتور نفسي، لكن هو نفسه كان عنده مشاكل نفسيه، فعشان كده كان بيروح لدكتور نفسي عشان خاطر هو يتعالج. وبعد فتره اكتشف جوكر ان الحل الوحيد للمشاكل اللي عنده كلها دي انه ينطلق في العالم ويعمل كل اللي هو نفسه فيه عشان مشاكله النفسيه تخلص. فجمع فريق كده وبقوا يعملوا فيديوهات على اليوتيوب، ده غير انهم كانوا بيشاركوا في السباق كل سنه والتانيه عشان خاطر المغامرات والمتعه مش اكتر من كده. وبس بعد ما عرفنا ماضي جوكر بنرجع بقى للوقت الحالي، ونشوف ان جوكر وفريقه رابطين حاليا جين فوق العربيه ومش قادرين يركبوها معاهم لانهم خايفين تتحول. والفكره هنا ان بيعدوا حاليا رومان والكل من جنبهم وبيشوفوا جين، فبيتواصلوا مع جوكر وفريقه بيطلبوا منه ان هم يكلموا امهم او يعني ينزلها بدل اللي هو عامله فيها ده، لكن جوكر مش بينزلها بس بيخليهم يعني يتكلموا مع امهم ويطمنوا عليها. بعد شويه بقى بنشوف ان جين نفسها بعد ما عدت فتره على كل ده بتحس انها خلاص مش هتتحول، فعلى طول بتنزل من فوق العربيه وبتركب مع جوكر والكل. وهنا بقى جوكر بيجي لها وبيفضل يتكلم معاها عشان يعني يحسن من نفسيتها شويه، لان نفسيه جين بالمناسبه زي زفت من وقت ما جوزها دومينيكان مات وكمان يعني كل اللي حصل لها ده. فبنسيبهم دلوقتي وبنروح لكاي ومايكل، واللي حاليا بنشوف انهم بيتواصلوا مع روبي عشان يقنعوها تيجي تركب معاهم، لكن روبي بترفض لانها شايفه انهم بيحبوا بعض وشايفه مايكل كمان خانها، فبتقفل معاهم. في اللحظه دي بتتعصب كاي انها خسرت اختها بسبب مايكل، فبتطلب منه ينزل من العربيه، فبينزل مايكل فعلا وبيكون ماشي، لكن كاي بيصعب عليها فبتركبه تاني وبيكملوا طريقهم. واثناء ما كانوا ماشيين في السكه بيلاقوا الظابط اللي كان بيطارد مايكل قبل كده طلع عليهم فجاه وبيفضل يضرب عليهم نار، لكنه بيفشل يسيبهم فبيجري وراهم وبيقدر يركب العربيه وبيفضل يحاول يضرب مايكل ويخطفه، لكن مايكل وكاي بيفضلوا يضربوا فيه، وفي النهايه بتقدر كاي ان هي ترميه بره العربيه وبيكملوا طريقهم في امان الحمد لله. بس ثانيه واحده، هو الظابط ده عاوز يوصل لمايكل ليه قوي كده؟ عشان نعرف اجابه السؤال ده لازم نروح لمستشفى كده. بنشوف المستشفى دي، واللي ما نعرفش هي مستشفى ايه دلوقتي، بنشوف هناك ام كاي وروبي وبنعرف انها ما ماتتش والحكومه جابوها هنا وعالجوها. حاليا بقى في واحد من الدكاتره بيتكلم مع ام كاي وبيعرفها ان وصلت له معلومات انها حقنت مايكل بالفيروس اللي كانوا صانعينه، والفيروس ده هو السبب ان مايكل اصلا زمان يخف ويرجع يمشي على رجليه من اول وجديد. وبيعرفها بقى انهم حاليا عاوزين يوصلوا لمايكل بحيث يصنعوا من دمه مصل للفيروس، فبس عشان كده حاليا الظابط ده بيطارد مايكل كل ده وبيحاول يوصل له. المهم بنرجع للسباق وبنشوف فيس حاليا بتقف في وسط الطريق حرفيا وبترمي قنبله دخان عشان ما حدش يشوف قدامه خالص، بعدها بتقف هي الناحيه الثانيه واللي بيفضل يعدي بقى بتضربه بالنار، وبتكون بتعمل كده عشان تقلل عدد العربيات وتقدر تكسب السباق بسهوله. المهم انها فجاه بتتعب بسبب حملها فبتقرر توقف اللي بتعمله ده وتكمل السباق، بس قبل ما تمشي في عربيه كده مشاركه برضه في السباق بتقف عندها وبتنزل من العربيه دي ست اسمها لو، وهي بالمناسبه اللي بتسوق العربيه دي وكمان مشاركه في السباق. مهم ان لو عرضت على فيس المساعده لانها يعني شايفاها مريضه، لكن فيس رفضت وركبت العربيه وكملت طريقها من تاني، ولو هي كمان خدت عربيتها وانطلقت هي التانيه. اما جوكر فبيكون لسه بيتكلم مع جين وبيعالجها نفسيا، وبيقدر في الاخر ان هو يحسن من نفسيتها شويه ويعالجها، فبيقرر ان هو يرجعها لعيلتها خصوصا انها ما اتحولتش لحد دلوقتي، فده يعني معناه انها مش هتتحول. وفعلا بتركب جين العربيه مع عيلتها وروبي وبتكمل معاهم السباق من تاني، وبيكونوا الكل مبسوطين
ان امهم معاهم وكل حاجه تمام. بعد وقت مش طويل من كل ده بنشوف ان رومان وروبي وباقي اللي معاهم ماشيين في الطريق، وبيكون جنبهم ماشيه لو، وبيفضلوا بقى يتسابقوا سوا. بس المشكله ان فجاه بيطلع على لو اللي معاها وحش كده، فبيحاولوا ان هم يتفادوه وللاسف بيخبطوا وبيتقلبوا. كمان رومان والكل بيخبطوا وعربيتهم بتعطل. المهم بتخرج لو هي واللي معاها من العربيه، والعلم بيكون مع لو بنت كده اسمها هانمي، تقدر تقول ان هانمي دي مساعدتها وزي بنتها بالظبط. في المجمل بيكون مع لو حاليا عربيه تانية، فلو كل الموجودين بيعدوا العربيه التانية دي لانها اتقلبت، وبتقرر لو هانمي ان هم يكملوا السباق بالعربيه دي. اما عربيه رومان والكل فبتكون عطلانه، فبتفضل بقى لو والكل يحاولوا يصلحوها لكن بيفشلوا. في اللحظه بترفع روبي مسدسها وبتثبت لو عشان تاخد عربيتها، لكن لو بتكون مش سهله وعلى طول بتاخد المسدس من روبي، وبتكون لو هتمشي وتسيبهم، لكنها في اخر لحظه بترجع في كلامها وبتقرر تساعدهم. وبتعرف لو الكل ان عربيتهم محتاجه زي خرطوم كده لازم يجيبوه من اي عربيه تانية. في اللحظه دي بتقرر روبي ان هي تروح معاها، فبتاخدها لو وبينطلقوا في طريقهم. ولحد ما يوصلوا بقى بنرجع للماضي، وبنشوف ان روبي زمان من كام سنه كانت عايشه لوحدها ومقضيه الحياه حرفيا احتفالات مع اصدقائها وما الى ذلك، حرفيا كانتش مديها اهتمام لاي حاجه في الحياه. لحد ما في يوم جت كايل روبي وكانوا ما شافوش بعض من مده طويله، ففضلوا يعني يسلموا على بعض وكل الحاجات دي. بعدها عرفت كايل روبي انها عاوزه منها خدمه، والخدمه دي باختصار انها تقعد مايكل معاها. وبيجي مايكل دلوقتي، واللي بنعرف انه في الفتره دي كان خلاص خف بعد ما كاي وامها عالجوه، وبنعرف برضو ان كاي هربته وجابت الروبي عشان يكون في امان، لان الحكومه كانت عاوزه تاخده وتعمل عليه تجارب. المهم ان كاي سابت مايكل مع روبي وخدت بعضها ومشيت، ومن اللحظه دي بدات روبي تعجب بمايكل، فبالتالي كذبت عليه وعرفته ان كاي مش بتحبه خالص، فصدها مايكل وارتبط بروبي من اللحظه دي. والعلم روبي زعلانه بسبب الموقف ده ومش بتسامح نفسها خالص. بس بعد ما عرفنا اثار الماضي بنرجع مره تانية للوقت الحالي، وبنشوف ان لو وروبي وصلوا لعند مزرعه كده بتاعت راجل غلبان، فبيخبطوا على بيت الراجل ده وبيطلبوا منه المساعده عشان يصلحوا العربيه، فبيوافق الراجل وبيخرج لو وروبي وبياخدهم من مخزن كده في المزرعه. بس مشكلة ان الراجل ده قبل ما يديهم اي حاجه بيسمع صوت الوحوش، فبيخاف على بناته اللي سايبهم حاليا لوحدهم، وبيسيب لو وروبي وبيرجع لبيته. لكن واحده من مرات الراجل ده بتخرج للو وروبي وبتفتح لهم هي المخزن، وبياخدوا الخرطوم من الونش وبتكون كل حاجه تمام. بس المشكله ان قبل ما يمشوا فجاه بيجي وحش بيهجم على بنت الراجل ده وبياخدها وبيمشي. وبيفضلوا بقى من اللحظه دي يجوا وحوش كتير جدا والدنيا بتتقلب حرفيا. فبيدخلوا لو وروبي للمخزن وبيخرجوا من الباب الخلفي وبيروحوا عند عربيه لو عشان ياخدوها ويمشوا، لكن روبي بترفض وبتكون عاوزه تساعد العيله دي زي ما ساعدوهم، لكن لو عرفتها ان مفيش اي وقت للكلام ده، فركبت له معاها ومشيت. اما بقى رومان والكل فكانوا لسه مستنيين حاليا مكانهم، وفجاه بيسمعوا صوت وحوش وبيلاقوا الجهاز اللي معاهم بيرى ان في وحوش جاي عليهم. طبعا الكل بيخافوا وبيتواصلوا مع كاي ومايكل بحيث يعني ييجوا يساعدوهم، وطبعا بتوافق كاي على طول ومش بتتاخر عليهم. بعد وقت مش طويل بقى بتوصل روبي ولو وكمان كاي ومايكل، والحمد لله بيكون الوحوش لسه موصلوش لهنا، فبسرعه بقى بتصلح لو العربيه والكل بيركبوا عربيتهم عشان يمشوا. بس المشكله ان عربيه رومان والكل بتكون ما اتصلحتش قوي، فبتنزل روبي تكمل تصليح. وفي اللحظه دي بيجوا الوحوش من كل مكان، فبتفضل كاي ولو وهانمي والكل يضربوا الوحوش، وبتقدر روبي تصلح العربيه خلال الوقت ده، وبتكون خلاص تركب العربيه. بس في اللحظه دي جه وحش وعضها في رجلها. طبعا اتصدمت روبي من اللي حصل ده وقررت خلاص تسيب رومان وعيلته عشان ما تاذيش اي حد فيهم. وبتتكلم جين دلوقتي معاها وبتعرفها انها اتعضت هي كمان وما تحولتش، وبالتالي هي كمان ممكن ما تتحولش. فيعني بالعربي كده بتطلب منها تفضل معاهم وما تخافش، لكن روبي بترفض لانها حاسه انها بجد المره دي تتحول. وبس بتسيب رومان وعيلته وبتنزل من العربيه، فبينطلقوا غصب عنهم في طريقهم وبيمشوا. اما بقى كاي والباقي فبيلاقوا حاليا روبي بتتحول، فبتروح كاي ولو يشوفوها. وفوق كل ده بقى يا صديقي الشرطه بيوصلوا للمكان، وبيجي الضابط اللي بيطارد مايكل من اول المسلسل خالص وبيثبته، وبيعرفوا انه هيجي معاه بهدوء او هيقتل الكل، فبيلاقي مايكل وبيمشي غصب عنه مع الضابط. واثناء ما كان ماشي بيودع روبي اللي خلاص حاليا بتتحول لوحش. اما روبي فبتعرف حاليا كاي الحقيقه كلها واللي عملته زمان مع مايكل عشان خاطر تعرف ترتبط بيه، وطلبت من كاي دلوقتي تسامحها على كل اللي عملته معاها زمان، وفي الاخر بتطلب منها تقتلها عشان تريحها من معاناتها وما تتحولش لوحش. بتوافق كاي وهي حزينه جدا على اختها، وفي مشهد حزين بتضرب روبي طلقه وتعيش انت. وبس بتخلص الليله على كده، فبتاخد كاي ولو عربياتهم وبيمشوا من المكان عشان يكملوا باقي السباق. دلوقتي بقى يا صديقي بنرجع للماضي تاني عشان نعرف حاجه بخصوص مايكل مهمه جدا. بنرجع للماضي وبنشوف ان مايكل زمان لما كان قاعد مع روبي جولهم ناس تبع الحكومه، على طول ضربوا روبي وخطفوا مايكل، ومن وقتها على فكره فضل مايكل مخطوف هناك، وفي دكتور كده بيعمل عليه تجارب لحد ما جت روبي وهربته زي ما شفنا في اول المسلسل خالص. وبس كده بننتهي الذكرى في الماضي، وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف ان مايكل حاليا مخطوف ومحبوس في قفص حديدي كده في صندوق العربيه، وبيكون سايق العربيه طبعا الضابط اللي كان بيطارده من الاول، وحاليا بيكون مع مايكل الدكتور اللي كان بيعمل عليه تجارب في الماضي.
الدكتور ده بقى بيتكلم مع مايكل دلوقتي وبيعرفه انه مش خطفه عشان يأذيه، بل خطفه عشان ياخده ويعمل من دمه مصل للوباء او الفيروس اللي منتشر، لانه المفروض يعني ان مايكل هو المريض رقم زيرو، يعني اول مصاب بالفيروس وعنده مناعه منه، وبالتالي ما تحولش لحد دلوقتي لوحش، ولو اتعض برضه مش هيتحول. ويعرف الدكتور مايكل ان هو امل البشريه الوحيد، وهو وام مايكل هيقدروا ان هم يعملوا منه المصل. وبيعرفوا الدكتور كمان انه عادي جدا هياخده من الضابط وهيروحوا لمدينه مانشستر عشان خاطر يعملوا هناك التجارب اللي هم عاوزينها، وفي الاخر يقدروا يعملوا المصل. انه المفروض يعني ان الضابط ده عاوز يفضل محتفظ بمايكل لحد ما ياخد باقي فلوسه لانه وصل له. المهم ان مايكل دلوقتي بيتكلم وبيحكي للدكتور كل حاجه حصلت لحد ما اتحقن بالفيروس وطلع عنده مناعه وكل حاجه. فبنرجع للماضي وبنشوف ان مايكل في مره كده كان مع الجنرال زمان، واتفق مع الجنرال انهم هيروحوا يسرقوا بنك ويطلعوا بفلوس كتيره حلوه. فوافق مايكل فعلا، وتاني يوم على طول بنشوف مايكل والجنرال قدام البنك وبيجهزوا نفسهم عشان يدخلوا ويسرقوا. وفي الوقت ده الجنرال كان عنده برد وعمال يعطس بشكل كبير، والمهم يعني انهم دخلوا البنك وثبتوا كل الموظفين وخلوا الموظفين يعبوا لهم الفلوس بحيث ياخدوها ويهربوا. واثناء كل ده الجنرال تعب اكتر وفضل يعطس اكتر واكتر، وقتها واحد من العاملين اتريق عليه فتجان ان الجنرال كعدته وقتله، وفضل بقى يقتل في كل الموظفين بلا اي سبب، لحد ما واحده من الموظفين قدرت توصل لجرس الانذار وضربته، فخاف مايكل ان الشرطه تقبض عليه ورمى سلاحه وساب الجنرال وخد العربيه وهرب. بس وهو بيهرب وبيجري جت عربيه وخبطت فيه وبس. بعدها بقى راح مايكل للمركز العلاجي عند كاي وما وبدا يتعالج، لان بسبب الحادثه دي رجله اتكسرت. وبس هو ده كل اللي احنا كنا عاوزينه من الماضي. بنرجع لوقت الحاضر وبنشوف ان الدكتور فهم حاجة كده من الكلام بتاع مايكل ده، انه فهم بكده بكل اختصار ان مايكل اتعدى من الجنرال في اليوم ده وهو كان عنده برد، وبعد كده دخل المركز العلاجي وتحقن بالفيروس، وهنا بقى الاجسام المضادة اللي كانت بتكافح الفيروس بتاع البرد اللي كان في جسمه كانت بتكافح الفيروس ده كمان، وخلت مايكل ما يتصابش بالوباء ويتحول لوحش، وخد بس فوائد الفيروس وجسمه خف بعد الحادثة دي على طول. بص الموضوع معقد كده، بس تقدر تقول ان بسبب البرد اللي اتصاب بيه وقتها شبه بقى مضاد للفيروس اللي عنده. بيعرفوا الدكتور حاليا في المجمل انه هيقدر يعمل من دم مايكل مصل، وعشان كده بيقرر دلوقتي انه هياخده ويعمل منه المصل لو ايه حصل. في الوقت ده بنشوف ان كاي بتفضل تخبط في عربية الضابط وبتضرب عليه نار عشان توقفه، لكنها بتفشل. فبسرعة تتواصل كاي مع كل المتسابقين وبتطلب منهم سلاح قوي جدا بحيث تقدر توقف الضابط. بيتواصل معاها رومان وبيعرفها انه هيديها السلاح بتاعه اللي بيقصف صواريخ وشفناه في الاول خالص لو تفتكر. فعلا بيقرب رومان منها وبيديها السلاح، وبعد شويه بنشوف كاي واقفه مستنيه عربيه الضابط ومجهزه السلاح، وهو ما بيوصل بتطلق عليه صاروخ. الصاروخ ده بيصيب العربيه لكنها مش بتتاثر قوي وبيقدر الضابط برضه يهرب. بعد شويه من هروب الضابط بيوصل اخيرا لمدخل مدينه مانشستر، وبيكونوا فيه ضباط كتير واقفين، وكبير الضباط دول بيشوف ورق الضابط فبيعديه. بعد كده بنشوف الضابط بيروح لمكان كده زي جراج وبيكون فيه هناك اتنين مستنينه، وحاليا بيكون الضابط عاوز ياخد فلوس الاول قبل ما يسيب الدكتور ومايكل. اما بقى كاي فبنشوفها حاليا بتوصل هي التانيه لمدخل مدينه مانشستر، هي ولو كمان ميجن، وبتعرفهم كاي انها مش محتاجه مساعدتهم ويقدروا يكملوا هم السباق، لكنهم بيرفضوا وبيقرروا يساعدوا كاي زي ما اختها حرفيا ساعدتهم وماتت عشانهم. في المجمل بتروح له كاي دلوقتي للضابط اللي على مدخل المدينه، وبتكون له عارفاه كويس وبتعمل له حاليا معاه صفقه، فبيسمح لها الضابط ان هي تعدي. وبس بتوصل كاي ولو وكمان زين لعند الضابط واللي معاه، فبيثبتوهم عشان ياخدوا مايكل، لكن الضابط واللي معاه بيثبتوهم هم كمان، وكلهم حرفيا بيرفعوا اسلحتهم على بعض. وقتها بيجي الدكتور وبيثبت الضابط برضه لانه عاوز ياخد منه مايكل. اما رومان فبيدخل وسط كل ده وبياخد المفاتيح بتاعه العربيه من الضابط ويروح يخرج مايكل. وقتها بتيجي جين كمان وبتساعد الكل وبتثبت معهم الضابط واللي معاه. وفوق كل اللي بيحصل ده بيوصل الضابط كمان اللي على مدخل المدينه وبيثبت رومان، وبيكون عاوزهم يسيبوا مايكل للضابط واللي معاه، لكن وقتها بنشوف ان هانمي مستخبيه في مكان في الجراج وبتبدا تضرب نار على الكل، فبيموت الضابط واللي معاه كلهم وبيتصاب الدكتور. اما مايكل والكل فمش بيحصل لهم حاجه، فبسرعه بيقرروا الكل يكملوا السباق ويهربوا من هنا، وبياخدوا الدكتور معاهم كمان بالمره عشان يعمل مصل من دم مايكل وينقذ العالم زي ما هو عاوز. بتفضل كاي بقى تحاول تعالج الدكتور طول الطريق، لكن الدكتور بيكون حالته وحشه خالص وبيلفظ انفاسه الاخيره، فبيتكلم مع كاي وبيعرفها انها هي الوحيده امل العالم عشان الوباء ده ما ينتشرش، ولازم تتصرف وتصنع مصل من دم مايكل، وبيموت الدكتور. في اللحظه دي يا صديقي بتفضل كاي تعيط وبتفتكر الماضي، فبنرجع للماضي عشان نشوف كل حاجه ونفهم الوباء ده اصلا انتشر ازاي. بنرجع للماضي وبنشوف دكتور هيلين ام كاي وهي عامله مؤتمر كده وجايبه فيه دكاتره كتير وعلماء وكمان بناتها كاي وروبي. اتكلمت هيلين دلوقتي وقالت انها اخر فتره شغاله على مجموعه تجارب كده، ونتيجه التجارب دي انها قدرت تعالج قرد مريض ورجعته يقدر يمشي من تاني بعد ما كان شبه مشلول. وبتطلب هيلين من دكتور كده شغال مساعدها اسمه بيتر يوري القرد ده للناس، فبيجيب بيتر القرد وكل الناس بيشوفوه وبيكونوا منبهرين جدا. بعد كده اتكلمت هيلين مع كاي وطلبت منها تيجي تشتغل معاها،
لكن كاي رفضت لأنها كانت على مشاكل مع أمها الفترة دي. كما بنشوف الدكتور اللي لسه ميت من شوية كان موجود في الحفلة وبيفضل كمان يحيي هيلين هو التانية على اختراعها العظيم. وبس بيعدي المؤتمر وبتمشي كاي. وبعد ما مشيت كاي والكل جه بيتر لهيلين وعرفها إن في مشكلة كده. فراحت هيلين معاه ولقيت المشكلة إن القرد مريض جدا وفي حالة هياج مش طبيعية. وحاليا بيحاول بيتر يجيب القرد ده لكن القرد بيسيبه. بعد فترة مات القرد ده وجت هيلين وبيتر يعملوا عليه تجارب، لكن بيتر في الوقت ده تعب هو التاني وبدأ ينزف دم من مناخيره بشكل مش مفهوم. فقررت هيلين تحجزه عشان تشوف ماله وإيه اللي حصله بالظبط بعد ما القرد عوره. بعد فترة جت كاي تشتغل مع أمها هيلين هنا في المركز. وفي الفترة دي كانت بدأت هيلين تعمل تجارب على البشر، وكان في مرضى بشر كتير جدا في المركز ومن ضمنهم مايكل واللي جه للمركز بعد الحادثة اللي عملها. ومن أول ما جه مايكل للمركز كاي حبته وكانت مهتمة بيه جدا جدا في العلاج وكل حاجة عموما، لدرجة إن مايكل علمها السواقة وكانوا بيقضوا وقت كتير مع بعض لحد ما جه اليوم اللي هيخضع فيه مايكل العملية اللي هيتحقن فيها بتركيبة هيلين اللي المفروض هتعالجه من كل حاجة عنده زي ما حصل مع القرد. في اليوم ده استدعت كاي بيتر واللي كان مريض جدا بالمناسبة وسألته هي أمها بتحقن المرضى بإيه بالظبط حاليا. فعرف بيتر إنها بتحقنهم بفيروس معين عشان تخليهم أقوياء ويخفوا، بس المشكلة إن الفيروس ده ليه أعراض جانبية زي ما حصل معايا كده. في الوقت ده قلقت كاي على مايكل فراحت لأمها وسألتها إيه التركيبة اللي بتحقني بيها المرضى وهل هي خطر ولا لأ. هيلين مرضتش بكلام كاي خالص ومرضتش ترد عليها واتخانقت معاها كمان وعرفتها إنها مش هتقول لها أي حاجة. فزعلت كاي وقررت تسيب أمها وتمشي، لكن قبل ما تمشي هي قابلت مايكل واللي كان تمت العملية عليه خلاص وكان بخير. فخدته كاي وهربته معاها وراحت ودته عند روبيا عشان خاطر يستخبى عندها شوية من أمهم اللي عمالة تعمل تجارب على الناس. أما بقى هيلين فكانت بتلاقي المرضى اللي عندها سواء بيتر أو غيره أو غيره حالتهم بتسوء يوم عن التاني. فتكلمت مع الدكتور عشان تطلب منه المساعدة وعرفته كل اللي حصل. في الوقت ده فهم الدكتور إن هيلين اتسببت في صنع وباء عالمي وهينتشر في كل حتة في العالم وهيقضي على العالم كله. وبالتالي عرف هيلين إنه هيساعدها. بس ثانية واحدة، الدكتور هيساعد هيلين إزاي أصلا؟ بسيطة، الدكتور بعت لهيلين فريق أمني كامل عشان يخلص عليها هي وكل الموجودين بحيث مفيش أي وباء ينتشر من مكان المريض ده. وفعلا الفريق الأمني ده راح المركز بتاع هيلين وبدأوا كلهم يقفلوا المكان بالكامل. بعدين دخلوا هيلين والدكاترة كلهم اللي معاها وعرفوهم إنهم هيخلصوا عليهم كلهم دفعة واحدة. لكن أنا مش بنشوف حاليا حصل إيه، بس بنشوف يعني إن كاي بتحاول كتير تكلم أمها عشان تصالحها بعد الخناقة اللي حصلت بينهم، لكن هيلين ما ردتش على كاي فقررت كاي تروح لها المركز تشوفها. وبالفعل راحت كاي للمركز ولقيت المركز مقفول بالكامل من كل حتة وفي عربيات كتير قدام المركز، فما اهتمتش كاي قوي ودخلت برضه. ولكن هناك اتصدمت بالمنظر اللي بتشوفه، ناس ميتة في كل مكان حرفيا والمنظر غريب. بس برضه وسط كل ده بتلاقي جهاز لاسلكي كان مع واحد من الفريق الأمني اللي ماتوا، وبتلاقي كاي إن في حد بيتواصل مع اللاسلكي ده، فبترد عليه كاي، فبيعرفها الشخص ده إن اسمه جارد وإنه من الفريق الأمني اللي دخلوا يطهروا المكان، بس للأسف كله مات. وقتها بتعرف كاي مكان جارد فين بالظبط في المركز وعلى طول بتروح له. وفي اللحظة دي عرف جارد كاي إنهم جم يطهروا المكان هنا ويخلصوا على كل اللي فيه، لكنهم اتفاجئوا إن واحد من المرضى واللي هو بيتر اتحول أصلا وبقى وحش مفترس وهجم على واحد منهم هنا وحوله، ومن هنا بدأت الكارثة وكل الموجودين اتعضوا تقريبا وكلهم بلا استثناء اتحولوا والدنيا خربت. وبعد كل ده ما تبقاش غيري. وقتها بتتصدم كاي وبتسأله عن أمها، فعرفها إن أمها للأسف ماتت زيها زي الكل. فزعلت كاي جدا لكنها قررت تهرب من هنا فورا، فخدت جارد وخرجوا من المكان وكانوا هيمشوا. لكن قبل ما يمشوا شافت كاي حد في أوضة أمها، فعرفت كاي إن أمها ما ماتتش وجارد بيضحك عليها. فسابت جارد ورجعت للمركز وطلعت لأمها، فلقيت أمها لسه عايشة لكن حالة أمها كانت وحشة جدا جدا بسبب إنها اتعضت وكانت خلاص بتتحول. لكن رغم كده كاي رفضت تسيبها، فخدتها كاي عشان يهربوا. ووقتها كانوا المرضى المتحولين في كل مكان في المركز وبيطردوهم، لكنهم بيقدروا يهربوا منهم الحمد لله وبيقفلوا عليهم باب المركز كمان. بعدها بيروحوا المكان كده وبيوصلوا للمركز غازات سامة في كل حتة فيه عشان كل اللي جوه يموتوا. ولحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى انهم بيلاقوا بيتر قدامهم وبيكون متحول طبعا وبيكون قادر يخرج من المركز، وحاليا اول ما شافهم خاف وهرب. من اللحظه دي انتشر الوباء كله في كل حته في العالم بسبب بيتر اللي قادر يهرب من المكان. اما كاي فخدت امها لمكان تعيش فيه زي ما شفنا في الاول خالص، وكان المكان المتطرف اللي شفناه فيه. وبس خلصت كل ذكريات الماضي وبنرجع للوقت الحالي. بنشوف ان كاي حكت دلوقتي كل الكلام ده لمايكل، فعرفها انها ما غلطتش في اي حاجه لانها كانت دايما بتحاول تعمل الصح وما هي اللي بوظت كل حاجه. وبيعرفوا مايكل انها عندها فرصه دلوقتي تحل المشكله دي، وهي انها تصنع مصل من دمه وتحل مشكله العالم. فبتشجع كاي وبتقرر تعمل كده. اثناء بقى ما كانوا كاي ومايكل ماشيين في طريقهم بيتفاجئوا قدامهم بزين مصاب وبيوقفهم، فبيترعبوا وبيوقفوا وبينزلوا يسالوا زين ماله ايه اللي حصل له، لكن زين مش بيلحق يرد عليهم وبيقع ميت.
فبيسيبوا زين وبيدخلوا البنزينه كده قريبه منهم، فبيلاقوا في البنزينه دي عربيات كل اللي شاركوا حرفيا في السباق، وبتكون عربيات الكل فاضيه. وبيلاقوا في الوقت ده ماركت في البنزينه اتفتح وخرج منه رومان، وبيقول لهم رومان اهربوا، لكن بيجي واحد وبيشد رومان وبيدخله الماركت، وبيخرج الشخص ده لكاي ومايكل وبيقتل وحش كان هيهجم عليهم، وبيطلب منهم هما اللي يدخلوا. فبيدخلوا الماركت بس بيتفاجئوا ان ميجان ميته وباقي الناس متثبتين بالسلاح من كام واحد كده، منهم ماكس. من ماكس ده بقى؟ ماكس ده يا صديقي الشخص اللي عامل السباق كله من الاول والاخر، والمفروض يعني ان الفايز هيعيش في الجزيره بتاعته في امان. ايوه ماكس اللي عامل السباق شكله حرامي اصلا وكان بيشتغل الكل، طبعا هنتاكد من كل الكلام ده قدام. بس لحظه، مش غريبه ان احنا جينا كده لقينا ميجان ميته والناس دي كلها متثبته وماكس واقف عامل فيها حرامي وكل الكلام ده؟ عشان نفهم بقى الكلام ده كله معلش هنرجع تاني للماضي. من كام ساعه بالظبط في البنزينه اللي الكل اتجمعوا فيها زي ما شفنا دي، بنشوف ان الاول كده وصل اول واحد للبنزينه شاب كده على موتوسيكل، والشاب ده كان مشارك في السباق ويعتبر مساعد ماكس صاحب الجزيره واللي عامل السباق زي ما قلنا. وبمناسبه ماكس فبيوصل هو كمان للبنزينه وبيقعد فيها هو والشاب والراجل العجوز اللي شغال اصلا في البنزينه. بعد وقت مش طويل بنشوف ان فيس وصلت للبنزينه وكان معاها واحد من فريق جوكر بيساعدها اسمه تشيز، بحيث يعني يسوق العربيه وكده، لان يعني فيس حامل ومش قادره تسوق تاني. المهم ان فيس وتشيز بيدخلوا للماركت اللي فيه البنزينه وبيلاقوا ماكس ومساعده، حاليا بتكون فيس هتولد خلاص وعاوزه مساعده، فعلى طول بيتواصل تشيز مع كل المتسابقين عشان لو حد يقدر يساعد يساعد. بعد شويه بتوصل للمكان جين وعيلتها، وبتدخل جين عشان خاطر تساعد فيس وتولدها. في نفس الوقت ده بيخرج تشيز وبيروح لعربيه جين والكل وبيحاول ان هو يعطلها بحيث ما يقدروش يكسبوا في السباق، بس المشكله ان ميجان كانت في العربيه فبتثبت تشيز، وبتيجي فيس حاليا وبتثبت ميجان عشان ما تقتلش تشيز. وبيوصل كمان جوكر وفريقه ولو وهانمي وبيحاولوا الكل يهدوا الاثنين عشان يعني ينزلوا اسلحتهم، لكن ما حدش فيهم بينزل سلاحه وبيضربوا نار على بعض، فبتقع ميجان سايحه في دمها، وبتتصاب لو بطلقه وكمان بيتصاب زين بطلقه وبيكون بيموت. وقتها الكل بيدخلوا البنزين عشان يحتموا فيها لان كان في صوت وحوش برضه في المكان ما عدا زين، واللي فضل يمشي في الطريق لحد ما لقوا قدامه كاي ومايكل فطلب منهم المساعده ووقع ميت. كاي ومايكل بدورهم راحوا بقى للبنزينه ودخلوا الماركت اللي هناك، واصبحوا كده الكل في الماركت مع ماكس. وقتها الجوكر اتكلم مع ماكس وساله هو ليه بيعمل السباق ده اصلا، فعرفه ماكس انه في الاول لما عرف ان الوباء هينتشر خد اذكى الناس وخلاهم يعيشوا معاه في الجزيره بتاعته بامان. بس بعد فتره ادرك ماكس انه محتاج ناس اقوياء مش اذكياء وبس، وعشان كده عمل السباق ده بحيث يضمن ان الشخص اللي هينجو من السباق ده يكون قوي ويقدر يفيده في الجزيره وبس. ده السبب اللي عشانه عمل السباق من البدايه. عامه بيقوموا بقى الكل عشان يكملوا السباق، وفي الوقت ده ثبتت فيس كاي وعرفتها انها تاخدها معاها في عربيه الاسعاف وغصب عنها لازم تولدها، ومايكل هيكمل السباق وهم في العربيه عشان ما يخسروش. بتوافق كاي ومايكل غصب عنهم وبيركبوا العربيه وبينطلقوا في السباق، وبتفضل كاي تحاول تولد فيس. اما بقى هانمي فكانت مع لو امها وكانت لو مريضه جدا بسبب اصابتها وبتموت، وفوق كل ده عربيه هانمي بتغرز ومش بتقدر تتحرك خالص، فبتنزل لو الميته في المكان ده وبتودعها، وبتركب بعد كده مع رومان وام جين وبتكمل معاهم السباق. وبيفضلوا بقى الكل يتسابقوا بكل قوه لحد ما بيقدر رومان وجين وهانمي يوصلوا اول ناس لخط النهايه وبيفوزوا. وبس مستنوا هناك ماكس، وبعد شويه بيوصلوا رجاله ماكس وبيكرموهم. اما بقى كاي فرغم انها خسرت السباق هي ومايكل الا انهم قدروا يولدوا فيس، وعلى طول خدت فيس ابنها وراحت بيه لجين، وطلبت من جين ان هي تاخده يعيش معاها في الجزيره بتاعت ماكس عشان يكون في امان، فوافقت جين. اما رومان فاخد بعضه وراح لمايكل وادى مايكل الفلاشه اللي عليها معلوماته الطبيه من مركز هيلين ام كاي، واللي طبعا رومان سرقها زمان هو وصديقه زي ما شفنا في الاول خالص. وبيكون رومان ادى المعلومات دي لمايكل وكاي بحيث بما انهم مش جايين الجزيره وهيفضلوا هنا يقدروا بكل المعلومات دي، وكمان بسبب مايكل يصنعوا المصل ويقضوا على الوباء ده اللي خلاص قرب يخلص على العالم، وده اللي بيقرروا فعلا يعملوه، واكيد ان شاء الله هينجحوا في الموضوع ده وهيقضوا على الوباء. اما بقى باقي المتسابقين سواء جوكر وفريقه او فيس يعني، فبياخدوا من ماكس الصناديق جديده على امل انهم يشاركوا في السباق السنه الجايه ويقدروا يفوزوا في يوم من الايام يروحوا الجزيره. وبس اخر حاجه بنشوفها ان ماكس بيركب طياره مع جين ورومان وهانمي وابن فيس، وبياخدهم وبيمشي في طريقهم للجزيره اللي هيبداوا فيها حياه جديده بعيد عن كل الوحوش وكل المشاكل دي. وبس مع النقطه دي بينتهي المسلسل، واللي اعتقد صديقي انه كان لافف شويه لكنه كان ممتع. وبس كده سلام.